الحمد لله. السلام عليكم يا حاج. ورحمة الله وبركاته. نعم والله. انت اسمك ايه يا حاج؟ اسمي عزيزة محمود عيسى. عم الحاج محروس، نفسك في ايه؟ نفسي الحمد لله احمدك واشكر فضلك. ده الحمام بتاعكو؟ الحمد لله نحمد الله ونشكر الله. مفيش سقف يا عم الحاج؟ لا الحمد لله عليك، نحمد الله. مفيش سقف؟ لا. شوف السقف. انت عاوز اي حاجة؟ مش عاوز اي حاجة. الله ونشكر فضل. راضي؟ راضي بربنا الحمد لله. انت بتنامي فين يا حاج؟ هنا عندك. نعم؟ بره كده. نامي هنا؟ على المصر. كنبه بايه؟ معموله بايه؟ في قطه معاكي بتنام معاكي؟ القطه بتنام معاكي؟ ايوه عم بتنام. بتاكلها ايه؟ اما اكلها لما اكل منه. هو ده بس جوا واتحنك. انت ما بتخافيش لوحدك؟ لا اخاف ليه؟ ولاد اختي جاره اهو. طب الحمد لله. وربنا معاكي؟ معايا ايوه. طب يعني اتعشيتوا النهارده؟ اتعشيت والفضل الله. اتعشيتوا ايه بقى عشان نتعشى معاكي؟ فضل الله فضل الله. اكلت ايه؟ اكلت ربنا مغربيه كده بطل جيب. الحمد لله الفضل واحد. جبنه ايه؟ جبنه فلاحي؟ جبنه هوي. طيب ملق ولا ملق؟ والله شريه قديمه امتها ملق. ملق يعني ايه؟ ملق يا جبنه ملق. قريش جبنا قريش. وتغديتي ايه؟ فطور. تغديتي هو ايه؟ فض ربنا يعني. هو يعني ان شاء الله فض ربنا. كنت عامله طبخ كلتي بها. طبخ ايه بقى؟ اعمل اي حاجه اعملها واكل اي حاجه من عند ربنا كده. السلام عليكم. اهلا فيك عم الحاج. يا مرحبا. السلام. ازيك يا عم الحاج؟ السلام عليكم يا ست الحاج. عم الحاج الاسم ايه لحضرتك؟ علي عبد الهادي. الحاج علي؟ اتفضل استريح يا حاج. عندكش الا الحجره دي؟ بس اتعشيت يا عم الحاج؟ الحمد لله. اتعشينا معاك؟ انت عشيك. اتعشينا ايه؟ نعم؟ اتعشينا ايه؟ الحاضر. حاضر. عندك ايه ان شاء الله؟ عندنا كل حاجه فضل ربنا. يعني دي الحجره بتاعتك بس؟ دي حجرتك يا حاج؟ هذا في هنا ايه؟ ايه في هنا ايه الحجره دي؟ ده نازل يومين ما ذقتش العيش. بقالك يومين ما ذقتيش العيش؟ اكلتيش خالص؟ لا والله. يعني الصورة تغني عن المقال. ده أكل الحجة. أغيث المسلمين يا مسلمون، الراحمون أرحمهم الرحمن، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحمد لله. عاوزة إيه؟ كنت عاوزة حنفية مية. بطل أنا مش مقدر أملى، مش مقدر أملى بالبر من البيوت. نفسك فيه في ايه يا حاجة؟ حنفية مية بس. حنفية مية بس؟ ما عندكش مية هنا؟ عندنا ما عندناش مية. ما مش قادر. نفسها في حنفية مية بس. قدرنا من البيوت. عندكمش مية؟ لا انا ما عنديش مية. عندكمش مية؟ بتملي منين؟ عم املى من جماعتنا دول، من جيراننا. انا برضه شدوا حيلكم معانا انتوا. ربي يا رب. ربنا هو لوحده. شوية مية. انت تعبانه مريضه ولا حاجه؟ رجلي وجعاني مش هم اقوم ولا اقعد. اما اكزح يعني لا ما اخذ لحد الباب كده اهو. الحساسيه والضغط وعيني وجعاني ورقبي وجعاني. مقف غصب. الحمد لله. عيط لي يا حاج. رجلي وجعاني قوي. يعني عاوزه حد يعالجك؟ الحمد لله والله ما اقدر امشي منها. اقوم اصلي وانا قاعده والله. عندك ايه؟ طلع حساب يا ابني. ماشي على حقن كل ثلاث ايام. اما جبت ثلاث حقنات ب 10 جنيه. كل مين اللي بيجيب لك الحقن؟ اما
ولاد الحلال. قولي الفاتحة، قولي الفاتحة. أقرأ الفاتحة ماشي حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا كن عبدك نصرت لفزغد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا كن عبدك نصرت المستقيم الصراط للزينة. فزغد بسم الله الرحمن الرحيم لياد الحمد لله رب العالمين يليادك انا عبدك الصراط المستقيم. حفظ الفتحه نقول ساعات نعرفها ساعات لا. ما تعرف ايش الفتحه؟ انها ساعات نقول. طب عارفه سيدنا ابو بكر؟ يا ابوي انا ما نعرفش. ولا سيده خديجه؟ يا ابوي ما علمونهوش الكلام دي، احنا زي البهايم. لا اله. ممكن انا اقطع فيها الفاتحه؟ قطعي الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا مالك يوم الدين يا كان عبده، الحمد لله رب العالمين يا كان عبده يا كان استعين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يا مالك يوم الدين يا كان عبده يا كان استعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، كان عبده كان استعين. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يا كان استعين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، كان عبده كان استعين الصراط الذين مالك يوم الدين كان عبده كان استعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يا كان عبده يا كان استعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم الصراط المستقيم الصراط الصراط المستقيم انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم. افضل فتحه يا حاجه. الحمد لله. ما هي ما تقول قدامه وانا مصلي. طب قولي كده مش ما عارف اقول. هي ما تقول قدامه وانا وراه. سمعينا الفاتحه يا حاجه. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحيم، مالك يوم الدين، وكان بدك تستعين ستر مستقي ستر عزيز ستر تقابل مد والده. انت مش حافظه الفاتحه قوي؟ اما صلي والله بيها. حافظه الفاتحه يا ست الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، مالك يوم الدين، والله العظيم، الصراط المستقيم الصراط المستقيم وانت عالم غير المغضوب على الضالين امين. طب اسم النبي بتاعنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اسمه ايه؟ محمد. النبي بتاعنا اسمه محمد؟ متاكد؟ مش خايف بصراحه. مش خايف؟ مش متاكد اذا كان محمد ولا حد تاني؟ لا والله. محدش قال لك النبي بتاعنا اسمه ايه؟ لا. النبي بتاعنا اسمه ايه؟ النبي سيدنا موسى وابراهيم. النبي بتاع المسلمين. والله انا ما خدتش خبره عنه، ما عرفتش حاجه عنه. النبي بتاع المسلمين اسمه ايه؟ النبي بتاع المسلمين سيدنا محمد اسمه ايه؟ اسمه محمود، واسمه عمر، واسمه محمد، محمود وعمر ومحمد واحمد. بتصلي؟ لا يا ابو، نعرف شو نصلي يا ابوي، سامحنا رب. حافظه اسم النبي بتاعنا اسمه ايه؟ ولا نعرفش يا ابوي. تعرفيش اسم النبي؟ نقول النبي. تعرفيش اسمه ايه؟ يا ابوي انا برا غلبانه يا ابوي، انا نعرف شي حاجه. حافظه النبي اسمه ايه؟ سيد ما عارفاش. مش عارفه النبي اسمه ايه؟ مش عارفه. ولا سيدنا ابو بكر؟ والله ما عارفه اي حاجه. عارفه النبي بتاعنا اسمه ايه؟ لا مش عارفه. سيدنا ابو بكر مين؟ لا برضه مش عارفه. عارفة سيدنا محمد اسمه ايه؟ الصلاة والسلام. لا. النبي بتاعنا اسمه ايه؟ مش عارف. مش عارف. طيب محدش علمك يا حاجة؟ لا. أهلي يا إلهي والمسلمين إن شاء الله يا رب، ربنا يبارك فيهم ويطرح فيهم البركة ويديهم الصحة. ليتهم يطول عمرهم وتفوتهم شر العفر ويبعد عنكم الضعف والمرض ويرزقكم الحس ويحتسب ويحافظ عليكم لما تمشوا يا رب، يا يخليكم كلكم يا رب يا رب، ويهدي الحال يا رب يا رب يا رب يا ابني يا رب يا رب، خليكم ويطول عمرك وينجح مقاصدكم ويجعل لك وفي كل طريق رفيق وفي كل جمع حبيب لأولادي، يطول اجلك ويبعد عنكم الوحش ويخليكم كلكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله في كل وقت. ربنا يبعد عنكم الوحش، ربنا يستر عليكم ويرزقكم ويحنن عليكم ويخلي لكم عيالكم، ينصركم كثير كثير كثير. وارزقني